طرحت الفنانة عروة مؤخرا أغنية بعنوان يا سمار بمشاركة الفنان عوض بن ساحب على قناتها الرسمية على اليوتيوب، ومن كلمات وألحان أبو بكر سالم بالفقيه. وكانت المطربة عروة أعلنت أنها هتطرح قريب أغنية للمطرب اليمني المعروف أبو بكر سالم بصوتها. أنا تحملت مرارة عروة. في بدايتها قدمت عدد من الأغاني اليمنية الخاصة بيها، وكمان أعادت إصدار أغاني يمنية قديمة بصوتها. وكانت آخر أعمال عروة أغنية بالهداوة اللي غنتها باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.